عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السادة الأئمة الكرام من دولة إندونيسيا، يعني أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا سعيد غاية السعادة. دولة كازاخستان، أحسنتم ما شاء الله. إذا نحن الآن مركزين، الحمد لله ما شاء الله. من منكم أيها السادة من نبهني لهذا الأمر؟ ما اسمك أخي الكريم؟ كلدي. الشيخ سبيل أمان كلدي، ما شاء الله. يعني الشيخ سبيل نبهني أنني قد أخطأت في تحديد الدولة التي أتحدث معها. أحسنت أخي، وهذا يسمى، هذا يسمى في العملية الاتصالية أيها السادة برجع الصدى، رجع الصدى. وأعتقد أننا تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، هل تتذكرون؟ طيب، بداية، هل تعلمون أو تعرفون من المتحدث؟ ما اسمي؟ أستاذ مصطفى. أحسنت أخي الكريم، أحسنت. مصطفى علوان، أحسنت، ما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم. وفي أي مادة نتحدث؟ ما عنوان المادة التي نتحدث فيها؟ لا نعرف أستاذ. لا تعرف. نحن نتحدث عن مادة بعنوان فن الاتصال مع الجماهير. public relations. هل تذكرتم؟ تحدثنا أيها السادة في لقاء سابق. طب أخونا الشيخ جوماش يرفع يده، يعني تفضل شيخ جوماش. الشيخ بريك جوماش، هل هناك شيء تريد أن السلام عليكم، كيف حالك؟ الشيخ سليم، وعليكم السلام، تفضل أخي الكريم، تفضل. لا أنا، أنت كنت ترفع يدك. رفعت يدي بس. طيب تمام. طب بارك الله فيكم إخواني الكرام. تحدثنا سابقا أيها السادة الكرام في محاضرة سابقة عن مفهوم الاتصال مع الآخرين، وقلنا بأن الإنسان مخلوق اتصالي، أي أوجده الله سبحانه وتعالى حتى يتواصل، وأن الإنسان يقضي معظم حياته في اتصال، سواء أكان ذلك في حالة اليقظة أم في حالة النوم. حتى الإنسان وهو نائم أيضا الإنسان يدخل في عملية اتصال. وذكرنا لحضراتكم أن الإنسان الناجح، الإنسان السعيد، هو ذلك الإنسان الذي يحسن التواصل مع الآخرين. الإنسان الذي يتقن مهارات التواصل مع الآخرين ستكون حياته حياة سعيدة إن شاء الله. إنسان يحبه الناس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا من المهم أن يحسن الإنسان وأن يتعلم الإنسان مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات التواصل مع الزوجة ومع الأولاد ومع الأصحاب والأصدقاء ومع الأهل والأقارب ومع جماهير الناس من حوله حتى يحبه الناس. فالإنسان المحبوب هو ذلك الإنسان الذي يحسن الاتصال مع الآخر، ليس في الدنيا فقط ولكن في الدنيا وفي الآخرة. أنا أستأذن حضراتكم، لو هناك إتاحة نفتح الكاميرات، يعني حبذا أن نفتح الكاميرات، أستأذنكم أن نفتح الكاميرا حتى نسعد بلقياكم وبمشاهدتكم إن شاء الله. إذن الإنسان السعيد أيها السادة الكرام هو ذلك
الإنسان يكون سعيدا في الآخرة. أما الإنسان الذي لا يحسن ولا يتقن مهارات التواصل مع الآخرين، هذا إنسان ربما تكون آخرته آخرة غير سعيدة. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تكثر من الصلاة ومن الصيام ومن الصدقة، أي من أعمال التطوع، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. لماذا؟ مع أنها تتعبد تصلي وتصوم وتكثر من النوافل، ولكنها لا تحسن التواصل مع الناس، لا تحسن التواصل مع الجيران، فأخبرنا النبي أنها في النار. ليس هذا فحسب، بل إن الإنسان مطالب بأن يحسن التواصل حتى مع الحيوانات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن امرأة دخلت النار في هرة، أي في قطة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار. سبحان الله، في المقابل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن امرأة بغي من بني إسرائيل، وفي رواية عن رجل من بني إسرائيل دخل الجنة لأنه سقى كلبا، رأى كلبا يلهث من شدة العطش فسقاه فغفر الله له فدخل الجنة. إذن الإنسان السعيد هو ذلك الإنسان الذي يحسن التواصل مع الناس، ويحسن التواصل مع الحيوانات، بل ويحسن التواصل مع النباتات ومع الجمادات. ولذلك في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يخطب بين الناس في المسجد سمع الصحابة أنينا، يا ترى من أين هذا الأنين؟ هذا الأنين أيها السادة جاء من جذع شجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إليها وهو يتحدث إلى الناس. لما صنعوا منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستناد إلى هذا الأنين والاستناد إلى هذا الجذع وصعد المنبر، فأن الجذع، وهذا حديث صحيح، أن الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم الجمعة. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نزل من المنبر وذهب إلى جذع هذه النخلة وضمها إليه حتى سكنت، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعود إليها وبين أن تكون نخلة في الجنة، فاختارت أن تكون نخلة في الجنة. إذن هكذا كان تعامل وتفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع النبات، بل حتى مع الجماد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد وهو جماد من الجمادات، قال هذا جبل يحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان السوي، الإنسان الناجح في الحياة، وذلك الإنسان الذي يحسن الاتصال مع الناس، يحسن الاتصال مع الحيوانات، يحسن الاتصال مع النباتات، مع الجمادات، مع الكون من حوله، إذن هذا هو الإنسان الناجح والإنسان السعيد. إذا كان هذا هو شأن الإنسان بشكل عام أيها السادة، فمن باب أولى ينبغي على الدعاة إلى الله، ينبغي على الأئمة وعلى الخطباء، ينبغي على السادة المعلمين أن يتعلموا وأن يتقنوا مهارات التواصل مع الناس. لماذا؟ لأن وظيفة الدعاة في الأساس قائمة ومعتمدة على الاتصال. ولذلك مهم جدا أن نتحدث وأن نتقن وأن نتعلم هذه المهارات. أنا أرسلت إليكم في المحاضرة السابقة، أرسلت إليكم المحاضرة الأولى بصيغة PDF، هل وصلت إلى حضراتكم أيها السادة؟ لا أستاذ، ما أخذنا.
لم تصل إليكم. طب أنا اليوم إن شاء الله سأرسلها إليكم إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله. طيب، نحن تحدثنا أيضا عن، قلنا أن الاتصال الناجح يتكون من 5 عناصر، هل تتذكرون هذه العناصر الخمسة؟ طيب، قلنا بأن هناك شيء يسمى التشويش، هل تتذكرون هذا الأمر؟ أنا ما حضرت في هذه المحاضرة. شقيرات، هل تسمع؟ أنت لم تحضر أخي الكريم. طيب، ما وظيفتك أخي الكريم؟ ما وظيفتك شيخ سليك؟ ما وظيفتك؟ يوجد كتاب بصيغة PDF. أنت نعم. أرسلت في المحاضرة. أحسنت، نعم هذه هي المحاضرة، نعم توجد PDF. طب الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك أخي الكريم. أخي الكريم شيخ سيريك جوماش، هل أنا أنطق الاسم صحيحا؟ نعم، سيريك جوماش. ما وظيفتك أخي الكريم؟ هل أنت معلم؟ نعم، أستاذ في المسجد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك أخي الكريم. القرآن والتجويد وهكذا. ما شاء الله. طيب أخي الكريم شيخ سري. نعم حاضر. ما الفاكهة التي تحبها أخي الكريم؟ أنا أحب التفاح. أنت تحب التفاح؟ طب أحسنت، لماذا أغلقت الكاميرا؟ أحسنت، بارك الله فيك، أنت تحب التفاح. ركزوا معي إخواني الكرام، ركزوا معي، أنا الآن أتحدث مع أخينا الكريم الشيخ سريك جوماش، بارك الله فيه، وهو يحب التفاح. ماذا لو هناك رجل معه تفاحة وقذف إليك التفاح، وهناك رجل آخر في نفس الوقت معه حجر قذفك بالحجر في نفس اللحظة، يا ترى هل سأهتم بالتفاحة أم سأهتم بالحجر؟ ما رأيك أخي الكريم؟ أهتم بالتفاحة طبعا. ستهتم بالتفاحة؟ أستهتم بالتفاحة؟ نعم، لكي يعني إنسان لكي أخذ. طب الحجر الذي يرميك بالحجر، يقذفك بالحجر، نعم. الحجر سيصيبك. نعم. يعني إنسان يرميك بتفاحة وإنسان آخر يرميك بحجر كبير أو يرميك بزجاجة في نفس اللحظة، هل سأنظر إلى الحجر أم سأنظر إلى التفاحة؟ عندنا خوف كبير للتفاح. يعني على حجر. أنظر حجر. لكي يعني إلى حجر. أحترز، لكي أحترز عن الحجر ممكن أنظر، ولكن لا يعني ألاحظ إلى التفاح. ستنظر إلى التفاح أيضا. طيب بارك الله فيك أخي الكريم، ركزوا معي إخواني الآخرين، ركزوا معي. طيب ماذا لو هناك رجل يقف مثلا على يدك اليمنى يقذف إليك بتفاح، وهناك رجل يقف على يدك اليسرى يرميك بالسكين، هل ستنظر إلى التفاحة أم إلى السكين؟ إلى السكين. هل ستنظر إلى السكين؟ لماذا؟ السكين أولا ثم التفاح. ضرر لنا. أحسنت، لأنه ضرر لنا، صح. وهناك قاعدة شرعية تقول بأن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة،
دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة. أحسنتم أحسنتم إخواني الكرام، بارك الله فيكم. طيب، ربما يسأل أحدكم ويقول لي: يا دكتور، ما علاقة هذا الكلام بالاتصال؟ يعني ما علاقة التفاح بالحجر بالسكين بالاتصال؟ لماذا تقول لنا هذا الكلام؟ الاتصال الفعال أيها الإخوة، الاتصال الناجح، هو ذلك الاتصال الذي يتخلص أولا من الحجر أو من السكين قبل أن يبدأ. حجر وسكين؟ نعم. هل هناك حجر وسكين في الاتصال؟ نعم، نحن نسميه التشويش. نسميه ماذا؟ التشويش. هل سمعتم بهذه الكلمة قبل ذلك؟ نعم. شيخ جندس، هل سمعت هذه الكلمة قبل ذلك؟ شيخ جندس نعمان، أيوة أستاذ، هل سمعت هذه الكلمة قبل ذلك، التشويش؟ نعم. طيب، ما معنى التشويش؟ عدم الترتيب. تشويش. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. التشويش هذا أي عاجل نافع آخرين. أحسنت، بارك الله فيكم. التشويش هذا أيها السادة معناه الأشياء التي تؤثر بالسلب في العملية الاتصالية، هي الأشياء التي لا تريد أن ينجح الاتصال، هذا يسمى التشويش. مثل ماذا؟ هناك ثلاثة أنواع من التشويش: تشويش سمعي، وتشويش بصري، وهناك نوع ثالث وهو التشويش من خلال الرائحة. أنا قبل أن أبدأ الاتصال، قبل أن أقف على المنبر وأخطب الجمعة، قبل أن أجلس أمام الناس وأتحدث إليهم في أمور الدين، ينبغي علي أولا أن أتأكد من أن العملية الاتصالية لا يوجد أي تشويش يؤثر في العملية الاتصالية. طب التشويش الأول هو التشويش السمعي. التشويش السمعي، نحن الآن قد سمعنا التليفون يرن. هذا التليفون الذي يرن الآن هذا يسمى تشويش سمعي. يعني الآن الذي يحدث بيني وبينكم الآن هذا اتصال، عملية اتصالية. أي شيء يقطع هذا الاتصال من خلال الصوت هذا يسمى تشويش سمعي. تشويش سمعي. يعني أنا الآن معي التليفون. هذا التليفون الأصل قبل أن أبدأ المحاضرة أو قبل أن أبدأ الصلاة أو قبل أن أبدأ، ينبغي علي أولا ماذا أفعل؟ أيها السادة؟ أغلق التليفون. أن أغلق التليفون، أحسنت. ولذلك أنا الآن سأقوم وأغلق التليفون هكذا. طب لماذا أغلقت التليفون؟ لماذا؟ تفضلوا. عشان لا يشوش. ما شاء الله، علشان لا يشوش. شيخ جندس، شيخ جندس، هل أنت جئت إلى مصر قبل ذلك؟ أيوة جئت. أكيد. طيب، من أين عرفت أنا أنك جئت إلى مصر؟ يعني لماذا أسألك هذا السؤال؟ اللهجة المصرية. مصرية. اللهجة المصرية، أحسنت. اللهجة المصرية. بارك الله فيك. يعني أنت جئت إلى مصر منذ متى؟ منذ 15 سنة تقريبا. يا الله يا الله. وجلست في مصر كم عام؟ جلست أو عشت في مصر؟ ليس عام، شهر فقط.
شهر فقط وسبحان أيوة. الله وتعلمت اللغة اللهجة العامية. ما شاء الله أخي. أخونا في كازاخستان أيضا كانوا أساتذة مصريين. ما شاء الله عليك ما شاء الله. أنا عندما سمعتك تقول عشان هذه لهجة مصرية فأنا عرفت أنك يعني تأثرت أو جئت إلى مصر قبل ذلك. بارك الله فيك أخي الكريم، بارك الله فيك. ما سبب زيارتك إلى مصر شيخ جندس؟ هناك كانت دورة. دورة في الأزهر؟ لا ليس في الأزهر. نعم بارك الله فيك. ما عملك أخي الكريم؟ ما وظيفتك؟ إمام في المسجد. بارك الله فيك، نفع الله بك أخي الكريم. يبقى نحن أيها السادة نغلق التليفونات. لماذا نغلق التليفونات؟ حتى لا يكون هناك تشويش يؤثر في العملية الاتصالية أو في جودة العملية الاتصالية. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن ماذا نفعل؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقت قراءة القرآن، وقت الصلاة، لا ينبغي أن يكون هناك تشويش سمعي، لا ينبغي أن تكون هناك أصوات مرتفعة. لماذا؟ حتى نستفيد من تلاوة القرآن ومن سماع القرآن. يبقى إذن قبل أن نبدأ العملية الاتصالية، قبل أن نبدأ خطبة الجمعة أو الحديث إلى الناس أو التواصل مع الآخر، ينبغي علينا أولا أن نتأكد من التخلص من أنواع التشويش، تشويش السمعي. ولذلك الكافرون كانوا حريصين كل الحرص على أن يستخدموا التشويش السمعي مع القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ليس هذا فحسب، ولكن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ما معنى والغوا فيه؟ أي ارفعوا أصواتكم وقت سماع القرآن أو وقت تلاوة القرآن حتى لا يستفيد الناس منه. إذن إخواني الكرام، نحن الآن تعرفنا على أول نوع من أنواع التشويش وهو التشويش السمعي. يبقى قبل أن أبدأ المحاضرة، قبل أن أبدأ الندوة، قبل أن أدخل المسجد وأتواصل مع الناس، أكون حريصا على التأكد من أن الهاتف مغلق، من أن هناك البيئة هادئة، لا يوجد هناك أصوات مرتفعة. نعم هذا هو النوع الأول. ولذلك مثلا ونحن في الصلاة، الصلاة وأنت تقف إماما أمام الناس، قبل أن تبدأ الصلاة وتقول الله أكبر، تلتفت إلى المصلين وتقول لهم أغلقوا الهواتف، أو من كان معه تليفون يعني نتمنى أن يغلق التليفون. طب لماذا؟ لأنني لو بدأت الصلاة هناك اتصال يحدث بيني وبين الله، بيني وبين الخالق سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يكون هناك أي تشويش سمعي يقطع الاتصال الذي يحدث بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها السادة، عندما يكون هناك لقاء مع مسؤول كبير في الدولة، نجدهم مثلا قبل أن يبدأ هذا اللقاء يقولون أغلق الهاتف، أو أحيانا يقولون أطرق الهاتف خارجا حتى لا يحدث تشويش وأنت في هذا اللقاء بينك وبين هذا المسؤول. إذن هذا هو التشويش الأول. التشويش الثاني أيها السادة هو التشويش البصري، والتشويش الذي يحدث نتيجة لأي مرور أو لأي شيء يلاحظه البصر أو تلاحظه العين، هذا هو التشويش الثاني. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يتخلص من هذه الأنواع من التشويش قبل أن نبدأ الصلاة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40، لأن يقف أحدكم 40، وفي رواية: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
سبحان الله، يعني أنا أصلي، هل يجوز لي أو هل يجوز لأحد آخر أن يمر أمامي وأنا في الصلاة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لي أن أمر أو أن أمشي أمام المصلي، أو أن يمر أحد أمامي وأنا أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال: لو يعلم المرء، الإنسان الذي يمر بين يدي المصلي أو أمام المصلي، ماذا عليه من الإثم، لكان عليه أن يقف 40، سبحان الله، 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا، الله أعلم. طب لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن الإنسان عندما يمر أمامك وأنت تصلي فإنه يشوش عليك بصريا، يقطع الاتصال بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا ينبغي، هذا أمر لا يليق، هذا أمر لا يليق. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع التشويش، وهو التشويش البصري. يبقى إذن نراجع سويا أيها الإخوة ما أخذناه. أخذنا النوع الأول وهو التشويش ماذا؟ ها تفضلوا، التشويش ماذا؟ سمعي. السمعي. النوع الثاني وهو التشويش البصري. النوع الثالث وهو التشويش الرائحي، يعني أنا عندما أتواصل مع الناس مهم جدا أن أطمئن أن رائحتي جميلة، وأن المسجد الذي أنا فيه مسجد نظيف ورائحته نظيفة. لماذا؟ لأنه لو أن الرائحة كريهة، الناس لا يحبون الجلوس في الأماكن التي فيها رائحة كريهة، رائحة سيئة. ولذلك القرآن الكريم أمرنا بأن نتزين عندما نذهب إلى المساجد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا؟ لأنني عندما أذهب إلى المسجد هناك اتصال يحدث بيني وبين الله، لابد أن أكون جميلا ورائحتي جميلة وملابسي نظيفة وهيئتي جميلة، لابد أن يكون المسجد رائحته جميلة حتى يكون الاتصال ناجحا، حتى أستطيع أن أتواصل وأنا مستريح. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يأتوا إلى المساجد ورائحة أفواههم كريهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أكل ثوما أو بصلا ماذا يفعل؟ من أكل ثوما أو بصلا ماذا يفعل أيها السادة؟ لا يأتين المسجد. فلا يقربن مسجدنا، لا يأتي المسجد. سبحان الله، يعتزل المسجد ويصلي في البيت. لماذا؟ لأن رائحة فمه كريهة ستؤذي المصلين، وطالما أنها ستؤذي المصلين يبقى هذا تشويش، تشويش من خلال الرائحة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قبل أن نبدأ الاتصال نتخلص أولا من هذا التشويش، من هذا الإذاء. نعم نعم أخواني الكرام. ولذلك مثلا لو سألنا الشيخ يونس، مثلا يا شيخ يونس هل تسمعني؟ أنا أسمع قولك جيد. تسمعني جيدا. أنا مثلا شيخ يونس، لو أنك تصلي لله سبحانه وتعالى وأنت خاشع في الصلاة وأنت مندمج في الصلاة، ثم ركعت وأنت مندمج، ثم قلت سمع الله لمن حمده وأنا مندمج، ثم سجدت وسبحان الله يا شيخ يونس، كان هناك رجل قبل ذلك يقف في هذا المكان وكان يرتدي الجورب أي الشراب، هل تعرفون معنى الشراب أو الجورب؟ جورب؟ جورب يعني يلبس رجلها الذي يلبس، أيوة الذي يلبس في القدم. نعم يلبس مثل الصف مثلا، وكان هذا الجورب يعني للأسف هذا الرجل كان يلبس هذا الجورب منذ شهر
دون أن يغسله، لم يغسله، فرائحته جريحة كريهة. الشيخ يونس مثلا الشيخ يونس وهو يصلي يريد أن يسجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الشيخ يونس عندما سجد سبحان الله وجد هذه الرائحة الكريهة، ماذا ستفعل يا شيخ يونس؟ أنا يعني كريحة، رائحة كريحة يعني يؤذيني يعني. نعم. طيب هل تريد أن تكمل في السجود أم تريد أن تنتهي من السجود سريعا؟ أريد ثلاث تسبيحات وأرفع رأسي. إذن الشيخ يونس سيسبح الله ثلاث تسبيحات ويرفع رأسه سبحان الله، مع أن أقرب ما يكون العبد من ربه ها وهو ساجد. ومع ذلك الشيخ يونس يريد أن يقطع هذا الاتصال سريعا بينه وبين الله، بينه وبين الملك، بينه وبين الخالق. لماذا؟ لأن هناك رائحة كريهة، سبحان الله. يبقى هذا يسمى تشويش، تشويش يؤثر في الاتصال، في جودة الاتصال بينك وبين الله. لذلك مهم جدا أيها السادة أن نتخلص من هذا التشويش قبل أن نبدأ الاتصال، حتى يقوم الشيخ يونس بالصلاة وهو مطمئن، وعندما يسجد يطيل من سجوده ويطيل من دعائه مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا اتصال فعال، اتصال ناجح، لأنه قد تخلص من التشويش الثالث وهو تشويش الرائحة. ولذلك أيها السادة الكرام نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان دائما عندما يذهب إلى الصلاة أو عندما يلتقي مع الناس ومع الجمع والجماعات، كان دائما يضع الطيب والعطور ويلبس ملابس جميلة حتى يكون الاتصال فعالا وحتى يهيئ البيئة الاتصالية. هل هذا الكلام واضح أيها السادة الكرام؟ واضح أستاذ، واضح جدا. طب الحمد لله. طيب نعود إلى السؤال إلى أخينا الشيخ سريك جوماش مرة ثانية. يا شيخ سريك، ماذا لو أن رجلا قذف إليك بتفاحة ورجلا قذف إليك بالسكين في نفس اللحظة، هل ستلتفت إلى التفاحة أم إلى السكين؟ الشيخ سريك جوماش هل تسمعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يسمعني. طيب الشيخ قيرات. أيوة أستاذ. هل تسمعني؟ نعم. ما الفاكهة التي تحبها يا شيخ قيرات؟ عندنا تفاح. ماذا تحب؟ تفاح ممكن. ماذا؟ تفاح ممكن. التفاح ممكن، التفاح يعني أنتم تحبون التفاح، يبدو أنكم جميعكم. الشيخ سيل أمان كلدي، الشيخ سيل أمان هل تسمعني؟ أنا لا أسمع جيدا ولكن أسمع قليل. تسمع قليل، يبدو أنك في السيارة. نعم نعم. يبدو أنك في السيارة وأنك تشويشات كثيرة في الجو. طيب بارك الله فيك أخي الكريم. نعم. بارك الله فيك. طيب ممكن عنب أيضا أستاذ. العنب ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ أمان بول، أمان بول هل تسمعني؟ الشيخ أمان بول، يعني أنا أيها السادة عندما أنادي على الأسماء وأسألكم لأنني أريد أن أطمئن أن كلامي واضحا، أريد أطمئن أن كلامي مفهوم،
لذلك أسألكم ومن وقت إلى آخر. جزاك الله خير. بارك الله فيكم إخواني الكرام. طيب، نحن الآن تحدثنا عن أنواع التشويش التي ينبغي علينا أن نتخلص منها قبل أن نبدأ الاتصال. طيب، ندخل الآن على عنصر آخر، أو نتحدث عن عنصر آخر في هذه المحاضرة، وهو ما المقصود بالاتصال؟ ما معنى الاتصال؟ يعني أنا عندما أجلس مع زوجتي وأتكلم معها، هناك اتصال يحدث بيني وبينها. أنا عندما أجلس معكم الآن وأتكلم معكم الآن، هذا اتصال بيني وبينكم. أنا في المسجد مثلا عندما أخطب الجمعة، هذا اتصال بيني وبين الجمهور، بيني وبين الناس. إذن ما معنى كلمة اتصال؟ كوميونيكيشن، ما معنى كوميونيكيشن؟ اتصال أيها السادة الكرام عبارة عن نقل للأفكار والمفاهيم والآراء والمعاني والأحاسيس من شخص إلى شخص آخر. هذا هو معنى الاتصال. أنا الآن أتكلم معكم، إذن هناك مجموعة من المعلومات أو الأفكار أو الموضوعات أتحدث معكم عنها أو حولها. هناك مجموعة من المعلومات أرسلها إليكم وأنتم ترسلون إلي معلومات، إذن هذا يسمى اتصال. إذن الاتصال هو عبارة عن عملية يتم من خلالها نقل للأفكار والمعلومات والآراء والأشياء. لماذا؟ حتى نصل إلى شيء مشترك، أو نصل إلى فهم مشترك. ولذلك أيها السادة، هذه العملية من العمليات المهمة جدا في حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام، أبونا آدم عليه السلام، أوجده وخلقه في الجنة، وأوجد له نعيما كبيرا، ومع ذلك كان هناك شيء ناقص يحتاجه أبونا آدم، يحتاج إلى أحد يتكلم معه، إلى أحد من جنسه يتحدث إليه. فخلق الله له أمنا حواء عليه السلام. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة. لماذا؟ ليسكن إليها. إذن الإنسان يحتاج إلى أحد يتواصل معه. لماذا؟ حتى يشعر بالراحة وبالسكينة وبالهدوء وبالاستقرار. أنا عندما أكون مشغولا أو مهموما، أذهب إلى أخي أو إلى صديقي وأتكلم معه حتى أستريح، حتى أسكن في هذا الحديث، من خلال هذا الحديث. إذن الله أوجد حواء لآدم حتى يسكن إليها سكنا بدنيا، وسكنا روحيا، وسكنا ذهنيا وفكريا. هذه مهمة من مهام الاتصال. الإنسان أيها السادة لا يتعلم إلا بالاتصال. بدون اتصال، بدون الذهاب إلى المدرسة وإلى الجامعة، لا أستطيع أن أتعلم. بدون اتصال قراءة الكتاب مثلا، أنا عندما أقرأ كتابا هذا اتصال، أنا أتواصل مع المؤلف، مؤلف هذا الكتاب، بهذا اتصال. بدون الاتصال لا أتعلم. بدون الاتصال لا نستطيع أن نلبي الحاجات الأساسية مثل الأكل والشرب والطعام والغذاء. يعني البيع والشراء عبارة عن اتصال، العمل عبارة عن اتصال. إذن أيها السادة الكرام، حياة الإنسان في الأساس قائمة على الاتصال. بدون الاتصال لا أستطيع أن أعبر عن الأحاسيس وعن المشاعر، أقول لك أنا حزين أو أنا سعيد أو أنا مندهش. يبقى بدون الاتصال لا أستطيع أن أعبر عن تلك المشاعر. إذن أيها السادة الكرام، هذا الاتصال من الأمور المهمة جدا في حياة الإنسان.
تعرفنا على معنى الاتصال وعن أهمية الاتصال وعن التشويش الذي يؤثر في العملية الاتصالية بشكل سيء، وأننا ينبغي علينا أن نتخلص أولا من هذا التشويش حتى تتم العملية الاتصالية بشكل ناجح. هل الكلام مفهوم أيها السادة؟ مفهوم أستاذ. طب الحمد لله. الذي حدث الآن، ها ما الذي حدث الآن؟ هذا الصوت الذي سمعناه ماذا نطلق عليه؟ ماذا يسمى في الاتصال؟ تشويش سمعي. ما شاء الله ما شاء الله، أحسن، هذا تشويش سمعي، ما شاء الله، بارك الله فيكم، ما شاء الله، أحسنتم أحسنتم. طيب نحن الآن سنتحدث عن شيء آخر في العملية الاتصالية، ولكن هناك ملحوظة مهمة جدا أيها السادة الكرام. لماذا نتحدث عن الاتصال؟ لماذا هناك مادة كاملة تسمى مادة فن الاتصال في هذه الدورة؟ لأن وظيفة الدعاة إلى الله قائمة على الاتصال. نحن نريد أيها السادة عندما نقف على المنبر نريد أن نتواصل جيدا مع الناس، مع الجماهير التي تجلس أمامنا. نريد أن يجلس الناس أمامنا في المسجد وهم سعداء لا يريدون الانصراف من أمامك. هذا يتم من خلال هذه المادة المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نهتم بها. طيب نتحدث الآن عن عنصر أو عن أمر آخر في هذه المحاضرة، وهو أنواع الاتصال. ما أنواع الاتصال؟ العلماء أيها السادة الكرام يقسمون الاتصال إلى قسمين. القسم الأول وهو الاتصال من حيث اللغة المستخدمة، الاتصال من حيث اللغة المستخدمة. النوع الثاني وهو الاتصال من حيث مستوى العملية الاتصالية. يبقى نحن الاتصال ينقسم إلى قسمين، اتصال من حيث اللغة واتصال من حيث مستوى العملية الاتصالية. نأخذ القسم الأول وهو الاتصال من حيث اللغة المستخدمة. ما المقصود باللغة المستخدمة؟ اللغة يقصد بها اللغة التي تستخدم في الحديث. يعني عندما أتحدث أنا أتحدث بلغة، أنا لغتي مثلا اللغة العربية، عندكم مثلا في كازاخستان ما اللغة التي تستخدمونها في الحديث؟ كازاخية. ما اسمها؟ كازاخية وروسية، بعضه روسية. كازاخية وروسية، نعم، يبقى هذه اللغة. يبقى أنت عندما تتحدث باللغة الروسية أو اللغة هذا تسمى لغة، نعم. ولذلك العلماء قسموا الاتصال من حيث اللغة إلى اتصال لفظي واتصال غير لفظي. اتصال لفظي واتصال غير لفظي. ما المقصود بالاتصال اللفظي؟ هو الاتصال الذي يعتمد على الكلمات المنطوقة. هذه الألفاظ، هذه الكلمات عبارة عن موجات صوتية تخرج من الحنجرة، من الأحبال الصوتية. هذه تسمى أصوات، هذه تسمى ألفاظ، هذا يسمى اتصال لفظي. يبقى إذن الاتصال ينقسم إلى اتصال لفظي، هذا هو النوع الأول، وإلى اتصال غير لفظي. سبحان الله، هل هناك لغة غير لفظية؟ يعني اللغة اللفظية مثل اللغة العربية، اللغة الروسية، اللغة الكازاخية. هناك لغة لإشارة
أحسنت أخي الكريم، أحسنت شيخ مقصد بك. مقصد بك ما شاء الله. ما وظيفتك أخي الكريم مقصد بك؟ أنا أستاذ في مسجد. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك أخي الكريم. إذا هناك نوع آخر وهو اللغة الغير لفظية مثل لغة الإشارة. ماذا أيضا أخي الكريم شيخ مقصد بك؟ لغة الإشارة، نعم. ماذا أيضا؟ هناك لغة أخرى وهي لغة الحركة والأفعال. هناك لغة ثالثة وهي لغة الأشياء، سبحان الله. وهذه اللغات الثلاثة تندرج تحت اللغة الغير لفظية. يعني لغة الإشارة، يعني أنا الآن لو سألت حضراتكم وقلت لكم هذا ما معنى هذا الرقم، ما هو هذا الرقم؟ واحد. وهذا اثنان. هذا خمسة. خمسة. يبقى أنا من خلال هذه الإشارة أنتم تعرفتم على هذه الأرقام. بالنسبة مثلا للصم والبكم يتواصلون فيما بينهم من خلال لغة خاصة بهم وهي لغة الإشارة. أحسنتم إخواني الكرام، أحسنت أخي الكريم شيخ مقصد بك، أحسنت ما شاء الله عليك، بارك الله فيكم. هذا هو النوع الأول وهذه لغة غير لفظية. طيب، هل أحيانا أو كثيرا كان يستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغة الإشارة في حديثه مع الناس؟ هل منكم أحد يذكر لنا موقفا أو دليلا على ذلك؟ تفضلوا. إذا رأى منكرا كان وجهه يتغير. إذا رأى منكرا كان وجهه يتغير، أحسنت. ولكن وحينما كان على منبر كان يشير بيده هكذا، كان يشير الله بيده، أحسنت. كان يشير بيده هكذا، أحسنت. ماذا أيضا؟ تفضلوا إخواني الكرام، ماذا أيضا؟ هناك أحاديث كثيرة أن رسول الله كان يستخدم الإشارة، مثل ماذا؟ أنا ويتيم هكذا. أحسنت شيخ قيرات، أحسنت. أنا وكافل اليتيم، ها أكمل الحديث. ها أنا لا أعرف. أنا وكافل اليتيم كهاتيني. كهاتيني في الجنة، أحسنت. وأشار إلى إصبعي السبابة ها والوسطى، أحسنتم أحسنتم. إذن كان رسول الله يستخدم هذه لغة للتواصل، وهذه اللغة في التواصل غير لفظية، ليست ألفاظ ولكنها لغة الإشارة. نعم. أحيانا أيها السادة الكرام نجد السفن في البحار تستخدم لغة الإشارة مثل اللغة الصوتية أو لغة الضوء، إشارات ضوئية أو إشارات صوتية. هذه لغة غير لفظية ولكنها تستخدم للتواصل بينك وبين الآخرين. هذه اللغة لغة الإشارة. اللغة الثانية من اللغات الغير لفظية هي لغة الحركة والأفعال، يعني مثل اللغة التي تظهر على الوجه. يعني أنا عندما أفعل هذا ما معنى هذا؟ معنى هذا التبسم. التبسم. طب أنا قلت غضب. الغضب، أحسنت. ابتسام. من خلال هذه، طيب انظروا إلى حواجبي، انظروا إلى حواجبي. هذا عندما أفعل هذا عجب، التعجب أو الاندهاش، أحسنتم. طب أنا عندما وأنا أتكلم معكم الآن، وأنا أتكلم معكم الآن هذا الذي أسمعه تشويش. تشويش، نعم هذا تشويش. ما نوعه؟ ما نوع هذا التشويش؟ سمعي. تشويش سمعي، ما شاء الله عليكم. طيب، ولذلك نحن الآن توقفنا حتى انتهينا من التشويش وأكملنا بعد ذلك. طب أنا عندما وأنا أتحدث معكم الآن فجأة فعلت هكذا، ما معنى هذا؟ نوم. أنني نائم، أحسنتم. أنا لم أقل لكم أنني نائم، ولكن من خلال حركة معينة، من خلال فعل معين، أنتم فهمتم أنني نائم أو أنني سعيد أو أنني مندهش. إذن هذا يسمى لغة الحركة والأفعال.
كثيرا ما تستخدم هذه اللغة وأنت على المنبر وأنت تتحدث إلى الناس، تستخدم الحركة والأفعال. بالمناسبة أيها السادة الكرام، كان يعني في بداية الدراما أو الأفلام أو المسلسلات، كان الممثلون في بداية هذه الدراما ما كانوا يتكلمون، ولكن كان التمثيل أو الدراما كانت أفلام صامتة، أفلام بدون صوت. وكان هناك ممثل مشهور جدا كان يقوم بدور البطل في هذه الأفلام، هل تعرفون من هو هذا الممثل؟ نعم، تشارلي تشابلن. أحسنت أحسنت أخي الكريم. وكان يقوم بأفلام كاملة والناس تضحك أو الناس تبكي أو الناس تتأثر، ويتواصل معهم دون أن يتكلم من خلال الحركة والأفعال. أحسنتم، بارك الله فيكم إخواني الكرام، أحسنتم. النوع الثالث من أنواع الاتصال أو من أنواع اللغة الغير لفظية هي لغة الأشياء. ولغة الأشياء هذه لغة مهمة جدا، لأنني أستطيع من خلال لغة الأشياء أنني أفهم معاني معينة أو أفهم حقائق معينة أو أصل إلى نتائج معينة من خلال لغة الأشياء. ما المقصود بلغة الأشياء؟ لغة الأشياء مثلا هي المعاني أو الأفكار أو المعلومات التي تصل إلى المستقبل أو إلى الآخر من خلال أشياء معينة، مثل الملابس. معقول؟ نعم، مثل الملابس، مثل المسكن، مثل أنواع الطعام. يعني مثلا لو أننا أو أنك رأيت رجلا يرتدي البلط الأبيض، إذن عندما ترى رجلا يرتدي بلط أبيض، يبقى إذن ما هي وظيفته؟ دكتور هو. أحسنت، دكتور. الدكتور يلبس بلط أبيض، يبقى عندما أرى رجلا يرتدي بلط أبيض أو يضع سماعة الضغط، يبقى هذا دكتور. يبقى هو لم يخبرني بأنه دكتور، هو لم يقل لي أنا دكتور، ولكن ملابسه أخبرتني. يبقى هذه تسمى لغة الأشياء. من خلال هذه الملابس فهمت أن هذا طبيبا. طيب، أن هذا طبيب. طيب، لو عندنا مثلا في الأزهر الشريف علماء الدين لهم ملابس خاصة بهم، هل تعرفون هذه الملابس؟ شيخ جندس، شيخ جندس، أنت كنت عندنا في مصر. ما هي ملابس علماء الدين في مصر؟ جلابي. عمامة. أحسنت، العمامة. هناك العمامة، هناك الكاكولة، يعني هناك شيء يرتديه الإنسان مثل البلطو يسمى كاكولة، وهناك العمامة. بالمناسبة أيها السادة، العمامة باللون الأحمر. العمامة مثل الطربوش باللون الأحمر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. بالمناسبة أيها السادة، عندما كان السادة الدعاة الوافدون أمثال حضراتكم، عندما كانوا قبل كورونا، وباء كورونا، عندما كانوا يأتون إلى مصر لأخذ هذه الدورة في مصر، كانت هناك هدية مخصصة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، كان هناك هدية مخصصة للسادة العلماء. هذه الهدية كانت عبارة عن زي أزهري، زي كامل أزهري يعطى لكل واحد متدرب من الأئمة الوافدين. كان يعطى لهم العمامة، ويعطى لهم هذا الرداء الكاكولة، وتعطى لهم مكتبة خاصة بهم. كان هذا الزي كان هدية من فضيلة الإمام الأكبر للسادة العلماء الوافدين إلينا من الدول الأخرى. كان هذا قبل وباء كورونا، ولذلك ونحن مستعدون لو أرسلتم. نحن إن شاء الله. والله أخي الكريم، ونحن كنا سعداء عندما تنتهي الدورة ويكون هناك حفل كبير
لتوزيع الشهادات، وكان السادة الأئمة الوافدون يلبسون هذا الزي، كان شكلهم في غاية الروعة وفي غاية الجمال، جميعهم يرتدي هذا الزي الأزهري الذي لا يلبسه إلا العلماء الأزهريون، علماء الأزهر الشريف. فنحن في هذا الوقت الكريم يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يرفع الوباء عنا وعن البلاد جميعا، وأن نسعد بكم تأتون إلينا في مصر، وأن تأخذون هذا الزي إن شاء الله بإذن الله. آمين. طيب، عندما مثلا أرى رجلا ملابسه مقطعة، يبقى هل هو رجل غني أم فقير؟ فقير. فقير، هو لم يخبرني بذلك ولكن ملابسه أخبرتني بذلك. عندما مثلا أرى رجلا يلبس زيا أزهريا، أقول هذا عالم دين، هذا عالم في الأزهر الشريف. عندما مثلا أرى رجلا مثلا يركب سيارة كبيرة، أقول هذا إنسان مستواه المالي كبير، أو إنسان غني، إنسان يعيش في قصر. أنا أفهم مباشرة أنه من خلال هذا القصر أنه إنسان ميسور، إنسان غني. إذا من خلال الأشياء أيها السادة الكرام يستطيع الإنسان أن يتعرف على معلومات وعلى نتائج معينة. أنا الآن الشيخ مقصد بك يضحك، فعندما رأيته يضحك أنا علمت أنه سعيد لأنه يضحك. هذا جاء في ذهني، إذا رجل راكب حمار فنحن نقول له أحمق. نعم أخي الكريم، أنت قلت أن رجل إذا يركب سيارة مثلا فاخرة فهو غني، فإذا نرى رجلا يركب حمارا فهو أحمق. بارك الله فيك. بارك. طب هل عندكم حمار عندكم؟ نعم عندنا حمور يعني، والإبل والفرس كل شيء موجود. والإبل والفرس. طب نعم. لو أن رجلا يركب حمارا ورجلا آخر يركب فرسا، ها أيهما أكثر غنى، الذي يركب الحمار أم الفرس؟ فرس بالطبع. الفرس. أحسن. هل عندك فرس أخي الكريم؟ لا لا، قد أكلته. قد أكلته. نعم. أكلت فرس. بارك الله فيكم إخوان. هل لحم الفرس طعمه جيد؟ ممتاز. نرسل لنا أزهرية، نرسل لك لحم فرس إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. أفضل لقيام الاتصال والعلاقات بين مصر وقزاقستان. إن شاء الله سنكون سعداء لهذا التواصل، ونحن سنرسل إليكم تفاحا كثيرا. ما شاء الله. لأن الشيخ جن يحب التفاح. التفاح عندنا كثير أستاذ. أيوة. يكون أحسن لو ترسل مانجو. مانجو، خلاص سنرسل إليكم مانجو إن شاء الله. والله إخواني الكرام نرجو أن يأتي اليوم الذي تسعدون فيه وتشرفون فيه بالمجيء إلى مصر إن شاء الله. طيب، إذا نحن تحدثنا عن أنواع الاتصال من حيث اللغة المستخدمة، إلى اتصال ينقسم إلى اتصال لفظي واتصال غير لفظي. السؤال هو لماذا نتحدث عن هذه الأنواع؟ لماذا نتحدث عن هذه المعلومات؟ يعني لماذا؟ وما تقوى هذا الدعوة إلى الله؟ الإجابة هي أيها السادة الكرام أن الاتصال هو ذلك الاتصال الذي يعتمد على أكثر من نوع من الاتصال. سيد الأستاذ، أنا أشخص الاتصال الناجح هو الاتصال الذي يعتمد على أكثر من نوع. يعني أنا الإمام في المسجد أو الخطيب في المسجد عندما يقف على المنبر أو عندما يتحدث إلى الناس مهم جدا أن يستخدم أكثر من نوع من أنواع الاتصال. يستخدم الاتصال اللفظي من خلال الكلمات، ويستخدم أيضا الاتصال الغير لفظي من خلال الإشارات. يعني أنا الآن أيها السادة الكرام أتحدث مع حضراتكم، أتواصل معكم صوتيا أو لفظيا
وأتواصل معكم من خلال الإشارة ومن خلال الحركات التي تظهر على وجهي، يبقى هذا هو الاتصال الفعال. مهم جدا على الداعي أو على الخطيب عندما يقف على المنبر لا يقف جامدا، لا يعتمد على الألفاظ فقط، ولكن يعتمد على الألفاظ وعلى الحركات وعلى الأفعال وعلى الإشارات. لأن العلماء يقولون بأن 30% من المعلومات تقريبا تصل إلى الإنسان من خلال اللغة اللفظية. سبحان الله، من خلال الألفاظ فقط تصل 30% فقط. طب 70% من المعلومات أو من الأفكار أو من الأحاسيس تصل من خلال اللغات الأخرى، لغة الإشارة أو الحركة أو الأفعال. يبقى إذن الألفاظ لا توصل إلا 30% فقط، أو ما يقارب 30% فقط. أما بقية 70%، هذه النسبة الكبيرة تصل إلينا من خلال اللغة الغير لفظية. ليس هذا فقط، هناك سؤال مهم جدا وأريد منكم أن نفكر في هذا السؤال. ماذا لو اختلفت اللغة اللفظية مع اللغة الغير لفظية؟ يعني أنا أتحدث الآن وأستخدم لغة لفظية وأستخدم لغة غير لفظية. ماذا لو اختلفت اللغتان؟ أنا أقول شيء وأفعل شيء آخر، هل الناس ستصدق اللغة اللفظية أم اللغة الغير لفظية؟ اللفظية. لا، بالعكس، ستصدق اللفظية. طيب هل هناك رأي آخر؟ تصدق أفعال اللغة الإشارة أستاذ، هتستخدم اللغة غير لفظية. نعم، هناك يعني حسب يعني وقت. طيب لو مثلا انا اقول ارفع اصبعك واشير باصبعين ويرفع اصبعين، صح؟ احسن. اذا سيحدث لبس، ستحدث مشكله. لو انا قلت لكم يتبقى من المحاضره دقيقتان وفعلت هكذا، انت ستتشتت كمستمع او كمشاهد. ولذلك مهم جدا ان تتطابق اللغه اللفظيه مع اللغه الغير لفظيه. طيب أنا الآن أيها السادة سأقوم الآن بتجربة مع حضراتكم، ركزوا معي. سأفعل الآن تجربة، انظروا إلي جيدا. سأقول كلمة، سأقول الآن جملة مرتين في موقفين اثنين. ركزوا معي وانظروا إلى وجهي جيدا. الموقف الأول، سأبدأ الموقف الأول الآن. أيها السادة العلماء، من دولة كازان، سعيد جدا لتواجدي مع حضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني. طيب سأبدأ الموقف الثاني، ركزوا معي. أيها السادة العلماء، من دولة كازاخستان، أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على الخير. انتهى الموقف الثاني. إذن السؤال هو، هل المعنى واحد في الموقفين أم المعنى مختلف؟ معنى مختلف. مختلف. طب لماذا مختلف؟ أنا قلت نفس الكلام، أهلا بكم يا سادة من كازاخستان وأنا سعيد بكم. أنا هذا هو الكلام اللفظي، تكرر في الموقف الأول وتكرر في الموقف الثاني. طب لماذا المعنى مختلف؟ لكن عندما قلت بوجه طلاقة نشعر بالسعادة. هذا كان في الموقف الأول. نعم، وفي الموقف الثاني، يعني ماذا فهمت من الموقف الثاني؟ يعني أنت لا ترضى لمقابلتنا. أنا لا أرضى،
أحسنت. الشيخ مقصد بك. شيخ مقصد، ماذا فهمت من الموقف الأول شيخ مقصد؟ نفس الشيء فهمته. ماذا فهمت من الموقف الأول؟ بأنك راضي و... نعم بلقائنا وسعيد ما شاء الله. طيب وبالثاني نعم بأننا نزعجك كثير. إذن على الرغم أن الألفاظ واحدة وأن الجملة واحدة، ولكن سبحان الله هذا تسمى لغة لفظية، ولكن من خلال اللغة الغير لفظية أنتم فهمتم معاني أخرى، أنتم فهمتم معاني أخرى. ولذلك من المهم جدا أيها السادة الكرام أن نلتفت إلى أهمية أن تتطابق اللغتان معا، اللغة اللفظية واللغة الغير لفظية. ولذلك مثلا من الأبيات الشعرية الجميلة التي كان يقولها أحد الشعراء مثلا، كان يقول عن امرأة أو عن زوجته أو عن محبوبته، كان يقول: نظرت إلي نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها، فأوحى إليه القلب أني أحبه أو أني أحبها، فأثر ذلك في وجناتها أو في وجناته. نخلي المحبوب هنا رجل وليس امرأة. نقول: نظرت إليه نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاته، فأوحى إليه القلب أني أحبه، فأثر ذلك في وجناته. يبقى هناك لغة، لغة العيون. لغة العيون هذه لغة غير لفظية، لغة الوجه، لغة التعبيرات، لغة الحركة، لغة الإشارة باليد، هذه لغات غير لفظية، وهي من اللغات المهمة جدا التي تستخدم في الاتصال بينك وبين الآخر. مهم جدا وأنا أتحدث إلى الناس في المسجد أو أتواصل مع الآخر أن أستخدم أكثر من نوع من أنواع الاتصال. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يستخدمون أنواع متعددة من اللغات وهم يتكلمون مع الناس. مهم جدا أيها السادة الكرام أن نفهم لغة العيون، وأن نفهم لغة الحواجب، وأن نفهم لغة الابتسامة، وأن نفهم لغة الإشارة باليد، حتى طريقة الوقفة، طريقة الجلسة، هذه كلها لغات لابد أن نتعلم معاني هذه اللغات، لأنك وأنت تتواصل أو أنك تتكلم مع الإنسان الذي أمامك يعني سبحان الله تستطيع أن تفهم هل هو يحبك أم لا، هل هو يريد أن يستمع إليك أم لا، من خلال تعبيرات الوجه ومن خلال تعبيرات الجسد أو من خلال طريقة الوقفة أو طريقة الجلسة. ولذلك إن شاء الله سأوصل إلى حضراتكم بعض معاني لهذه الوقفات أو هذه الإشارات. أنا مثلا لو سألت حضراتكم أيها السادة، أنتم تتحدثون اللغة الروسية أليس ذلك صحيحا؟ صحيح. بلى نتحدث روسية وقزاقية معنا، الروسية والقزاقية مثلا. ماذا لو أن مثلا الشيخ سليك مثلا أو الشيخ مقصد بك مثلا جاء إلى مصر وقدمناه، ركزوا معي، وقدمناه للحديث مع الناس وأخذ يتكلم معهم اللغة الروسية، هل الناس في مصر ستفهم؟ لا يفهمون. طب ماذا لو أنني جئت إليكم إلى روسيا وتحدثت إلى الناس في المسجد عندكم مثلا باللغة العربية، هل الناس ستفهمني؟ لا يفهموني. إذن ركزوا معي أنه من خلال اللغة اللفظية كل دولة أو كل وطن له لغة لفظية خاصة به، وسبحان الله يعني الدول لا تستطيع أن تتواصل، يعني كل إنسان يتواصل من خلال لغته مع أهله مع أصحابه، ولكن لا يستطيع أن يتواصل مع الدول الأخرى من خلال لغته بدون تعلم طبعا. طيب لو أنني مثلا جئت إليكم إلى روسيا أو إلى كازاخستان وقلت لكم مثلا باللغة العربية: أنا جائع وأنا عطشان، هل الناس ستفهمني؟
لا لا لن يفهموني. أنا أريد أن أخبرهم، أريد أن أخبرهم بأنني جائع وبأنني عطشان. كيف أخبرهم؟ أخبروني بإشارات، تقول هكذا كيف تمص بطنك تقول أحسنت. إذا من خلال لغة الإشارة أستطيع. يبقى ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن اللغة اللفظية ربما تكون لغة ضيقة، أما اللغة الغير لفظية سواء كانت لغة إشارة أو حركات وأفعال أو لغة أشياء، لغة واسعة يفهمها الناس كلهم أو يفهمها أكبر قدر من الناس. ولذلك من المهم أيها السادة الكرام، كما أننا حريصون أن نتعلم اللغة اللفظية، من المهم أيضا أن نتعلم اللغة الغير لفظية، مهم جدا. إن شاء الله يعني نحن الآن بصدد تأليف كتاب عن فن الاتصال مع الآخرين، أنا وصديق الدكتور عادل هندي إن شاء الله، يعني بإذن الله بمجرد أن ننتهي من تأليف هذا الكتاب سنرسل لكم نسخة منه هدية لحضراتكم إن شاء الله. يعني نرجو فقط أن تدعو الله لنا أن يوفر لنا ويهيئ لنا الأمور حتى ننتهي من تأليف هذا الكتاب إن شاء الله. إذن أيها السادة، من المهم أن نتقن وأن نتعرف على مهارات هذه الأنواع من اللغات. ماذا لو أنكم مثلا تخطبون في المسجد؟ ركزوا معي، انظروا إلي الآن، ووجدت أحدهم وأنت تجلس في المسجد وتخطب، وجدت أحدهم يفعل هكذا، ما معنى هذا؟ هو يحتم، لا يهتم، لا يهتم، يعني إنسان وأنت تخطب يتثاءب، أو إنسان يريد نوم، يريد منك النوم، يريد منك أن تنتهي مباشرة من خطبتك أو من حديثك، فأنت تفهم أن كلامك غير مؤثر فيه أو أنه يريد الانصراف. يبقى هذا مهم جدا أن نهتم وأن نستخدم أكثر من نوع من أنواع الاتصال ونحن نتواصل مع الآخرين. يبقى هذا هو القسم الأول من أنواع الاتصال، ثم أنواع الاتصال من حيث اللغة المستخدمة. النوع الثاني أيها الإخوة الكرام، يعني يتبقى لنا الآن في المحاضرة تقريبا حوالي 10 دقائق. أنا الآن استخدمت معكم الآن كم لغة عندما قلت لكم يتبقى 10 دقائق؟ لغة إشارات و لغة الإشارة، واستخدمت لغة الألفاظ. الألفاظ، أحسنت. طب لماذا نستخدم لغة الإشارة مع اللغة اللفظية؟ هذا يؤدي إلى معاني كثيرة، منها التأكيد. التأكيد، نعم، أنا أؤكد على المعنى أو أنا أكرر المعنى، يبقى هذا يأتي من خلال لغة الإشارة، وأحيانا من خلال استخدام اللغتين معا، وأحيانا أستخدم اللغتين معا من أجل التعارض أو التناقض. يعني أريد أن أخبرك شيئا بالكلام وأريد أن أخبرك شيئا آخر بالفعل. يعني أقول لك أنت جئت إلي تزورني في البيت مثلا، أقول لك أهلا وسهلا، يعني أنا أريد أقول لك أهلا وسهلا بك، ماذا فهمت من كلام يا شيخ مقصد بك؟ تحبني، تريد أن أذهب بسرعة. لا أخي أنا أحبك يا أخي. أنصرف. طيب أنا عندما يعني أخبرني ماذا ستفعل معي يا شيخ مقصد بك، تحدث إلي و أنا أضربك على الجدار ثم أقول امشي إلى مصر على طول. ماذا ستفعل؟ أضربك على الجدار فأقول اذهب إلى مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل السادة الكرام سمعوا أخيهم الشيخ مقصد بك ماذا سيفعل به؟ سمعنا. هو سيضربني عندكم. هل هذا يعني ما رأيك في هذا الكلام شيخ سيديك جماش؟ ممتاز. ممتاز. يعني أنت تريد منه أن يضربني؟ لا أنا أريد النوم وأنت تزعجني. غير تطيل محاضرة ولذلك. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، ولذلك أنا فهمت منكم الآن أنكم سعداء بهذه المحاضرة، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ولذلك إن شاء الله يتبقى على هذه المحاضرة ساعتان إن شاء الله حتى ننتهي من هذه المحاضرة. أستاذ عندي سؤال. تفضل. السؤال عملا يعني نتواصل بطريقة فيسبوك مثلا أو واتساب وتيمز هذا وما إلى ذلك، فهناك إشارات أيضا. نعم. يعني ندى هكذا وهكذا لايك، وهذه الإشارات كل يوم يعني عددها إشارات من أي قسم غير لفظية؟ غير لفظية يعني مثلا أقول أعجبني، أقول أغضبني، أدهشني، تمام، أنا مهتم، هذه إشارات تسمى إشارات تفاعل، هذه تفاعل، وهذه إشارات الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي دائما كل يوم تزداد هذه الإشارات غير لفظية، وأحيانا إشارات ابتسامة أو غضب برضو، هذه إشارات سمايل. أحسنت أخي الكريم، أحسنت. نعم. طيب يتبقى لنا إن شاء الله 10 دقائق حتى نترك أخينا الكريم الشيخ مقصد بك يا نعم. أستاذ أنت قلت قبل 5 دقائق بقي 10، ومضت 5، كان من المفروض يبقى 5. خلاص يتبقى 5 دقائق إن شاء الله. وهي أنواع الاتصال أيها السادة من حيث مستوى العملية الاتصالية، هذه نقطة مهمة جدا ينبغي علينا أن نركز فيها، مستوى العملية الاتصالية. ما المقصود بمستوى العملية الاتصالية؟ مستوى العملية الاتصالية درجة الاتصال، هي درجة أولى أم ثانية أم ثالثة أم رابعة؟ فعلماء الاتصال قسموا الاتصال وفقا لمستوى العملية الاتصالية إلى اتصال ذاتي، اتصال شخصي، اتصال جمعي، اتصال جماهيري. يبقى نقول هذه الأنواع مرة ثانية، الاتصال الأول هو الاتصال ماذا؟ ها؟ سمعي. الاتصال الأول هو الاتصال الذاتي. لا لا لا، أنا أتحدث عن أنواع الاتصال. الاتصال الأول هو الاتصال الذاتي، الاتصال الثاني هو الاتصال الشخصي، الاتصال الثالث الاتصال الجمعي، الاتصال الرابع وهو الاتصال الجماهيري. ما المقصود بهذه الأنواع؟ الاتصال الذاتي أيها السادة الكرام يقصد به اتصال الإنسان مع نفسه. هل الإنسان يتصل مع نفسه؟ نعم، أنا عندما أجلس مع نفسي أفكر وأتأمل وأراجع نفسي، أراجع مواقفي، أقيم أفعالي، هذا يسمى اتصال ذاتي، وهو أولا كانت النتائج جيدة والأفعال والسلوكيات جيدة، لأن الإنسان أيها السادة قبل أن يقدم على فعل ما أو قبل أن يتحرك في الحياة في الغالب هو أولا يفكر في هذه الأشياء، ولذلك مهم جدا بالنسبة للاتصال الذاتي أن يكون اتصالا بعيدا عن أي نوع من أنواع التشويش. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة قبل أن ينزل عليه الوحي، الله أكبر الله أكبر، الآن الظهر يؤذن عندنا الآن في مصر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي كان يذهب إلى غار حراء. لماذا كان يذهب إلى غار حراء؟ يتصل مع ذاته. أحسنت، يتصل مع ذاته، كان يتأمل في الكون، كان يفكر، كان يتأمل، هل هذا يسمى التحنث أو التعبد؟ طب كيف كان يتعبد؟ هل كان يتعبد من خلال الصلاة مثلا أو من خلال الذكر أو الصيام؟ من خلال التفكر والدعاء. لا، كان يتعبد أو يتحنث من خلال التفكر أو التدبر، وهذا يسمى الاتصال الذاتي. ولذلك القرآن الكريم عندما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ما
من هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون؟ هذا هو التفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا هو الاتصال الذاتي، أنا أتصل مع ذاتي، أفكر وأتأمل. ولذلك القرآن الكريم أيها السادة الكرام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس الذين يكذبونه والذين لا يصدقونه، طلب منهم أن يتصلوا ذاتيا مع أنفسهم وأن يفكروا وأن يتأملوا. قال الله تعالى كل، أي كل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل إنما أعظكم بواحدة، أنا أريد منكم شيئا واحدا. ما هو هذا الشيء الواحد؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني كل اثنين مع بعض أو كل واحد بمفرده، ثم تتدبر أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم ماذا؟ ثم ماذا أيها السادة؟ هل تسمعوني؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. طب كيف هذا الفكر؟ كيف هذا التدبر؟ من خلال الاتصال الذاتي. من خلال الاتصال الذاتي يستطيع الإنسان أن يقيم مواقفه وأن يراجع نفسه، وهذا يسمى في القرآن بالنفس اللوامة، لا أقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم صاحبها. يبقى هذا هو النوع الأول، الاتصال الذاتي. الاتصال الشخصي أيها السادة هو ذلك الاتصال الذي يحدث بين الإنسان وبين إنسان آخر، يحدث بينك وبين زوجتك، يحدث بينك وبين ابنك أو بنتك، أو بينك وبين أولادك إن كان عددهم قليلا، هذا يسمى اتصال شخصي. الاتصال الثالث هو الاتصال الجمعي، وذلك الاتصال الذي يحدث بين الإنسان وبين جماعة من الناس. أنا الآن أتحدث إليكم، أتكلم معكم، هذا يسمى اتصال جمعي. أنتم تتحدثون يوم الجمعة مع الناس في المسجد أو في الندوة أو في المحاضرة، هذا يسمى اتصال جمعي. الاتصال الرابع هو الاتصال الجماهيري، هو ذلك الاتصال الذي يحدث مع الناس باستخدام وسيلة اتصال جماهيرية مثل الراديو أو التلفزيون أو الصحف أو المجلات. يبقى أنا أتكلم في الراديو أو أتكلم في التلفزيون أو أكتب مقالة في صحيفة أو في مجلة، الجماهير تقرأ هذه المجلة أو يشاهدون أو يستمعون إليه، هذا يسمى اتصال جماهير. كل نوع من أنواع هذا الاتصال يتميز بمجموعة من الصفات ومجموعة من الخصائص، إن شاء الله سأوصل إليكم هذه الخصائص أو هذه المواصفات إن شاء الله في محاضرة بإذن الله من خلال محاضرة BDF إن شاء الله. أنا أعتقد بذلك أيها السادة الكرام أنني أوشكت على الانتهاء من محاضرة اليوم، يعني يتبقى دقيقة واحدة، لو هناك أي سؤال أو استفسار أنا أستمع إليكم إن شاء الله. هل هناك أي سؤال أو استفسار؟ أستاذ وضح الاتصال الشخصي. نعم، الاتصال الشخصي أخي الكريم هو عندما الاتصال الذي يحدث بين إنسان وبين إنسان آخر، يعني أنا أتكلم مع أخي، هذا يسمى اتصال شخصي. أنا أتكلم مع ابني، هذا يسمى اتصال شخصي. أنا أتكلم مع زوجتي، هذا يسمى اتصال شخصي. وأنا أستأذن، يعني هناك صوت يأتي من المذيع أعتقد، أستأذن أن نغلق الميكروفونات إخواني الكرام. الاتصال الشخصي نجد مثلا في بداية الدعوة معظم الذين دخلوا إلى الإسلام دخلوا إلى الإسلام من خلال الاتصال الشخصي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زوجته خديجة ودعاها إلى الإسلام، هذا من خلال الاتصال الشخصي. دعا صديقه سيدنا أبو بكر، دعا عثمان، دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. معظم الذين دخلوا الإسلام في بداية الدعوة كان من خلال الاتصال الشخصي. والاتصال الشخصي أيها السادة من أهم أنواع الاتصال، لأنه يتحقق فيه عنصر مهم جدا يسمى عنصر التفاعلية، وأنا أتكلم مع الشخص الذي أمامي أستطيع أن أتعرف على انطباعاته تجاه كلامي، هل هو سعيد أم حزين،
ومن ثم أستطيع بسرعة أن أغير أو أن أعدل من رسالتي ومن عملية رجع الصدى في التواصل بيني وبينه. يبقى الاتصال الشخصي هو الاتصال الذي يحدث بين إنسان وآخر، أو بين إنسان وعدد قليل من الناس، اثنان أو ثلاثة أو أربعة. أنا الآن عندما أتحدث معكم الآن في هذه المحاضرة، ما نوع هذا الاتصال؟ الاتصال جماهيري. هذا اتصال جمعي. شخصي. هذا اتصال جمعي، أحسنتم إخواني الكرام، أحسنتم، بارك الله فيكم. أنا الآن بذلك يعني قد انتهيت معكم في محاضرة اليوم. هل هناك سؤال آخر؟ الشيخ أمام بول، الشيخ مقصد بك، الشيخ أمان، الشيخ جندوس، هل هناك أي سؤال أو أي استفسار؟ لا أستاذ، شكرا، جزاك الله خيرا. طب بارك الله فيكم إخواني الكرام، يعني أنا إن شاء الله يعني سعيد جدا لالتقائي مع حضراتكم. تفضل أستاذ، هل ترسل لنا المحاضرة يعني الكتاب بصيغة PDF؟ سأرسل لكم، سأرسلها إليكم اليوم إن شاء الله. شكرا جزيلا. سأرسل إليكم المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية إن شاء الله. الشيخ مقصد بك، أين أنت؟ تفضل. ولكن أنت قلت يعني لغة الإشارة يعني مشترك في عالم، في عالم يعني بين الناس، نعم، ولكن بعض الإشارات يختلف بين الدولتين وبين الدول. نعم أكيد، أكيد، نعم 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 مثلاً عندك أكيد، كلامك صح، كلامك صح، يعني بمعنى إسبيري، نعم إشارة، ولكن هذا يعتبر نعم. عندنا بالعكس يعني يعني نعم عندنا يعني بالإشارة قبيح، قبيح يعني يعتبر عيب، يعتبر يعني يعني هذه الإشارة، هذه الإشارة يعني ماذا يقصد بها عندكم؟ اضغط، اضغط طبورك يعني بمعنى الصبر يعني، ولكن سبحان الله، سبحان الله، نعم نعم سبحان الله. لغة الإشارة أيها السادة، عندما لغة الإشارة، لغة الإشارة هذه فعلا لغة شائعة بين غالبية الناس، أنا لم أقل كل الناس، يعني مثلا عندنا في مصر مثلا عندما يكون عندنا حزن نرتدي الملابس السوداء، يعني عندما يكون هناك إنسان ميت نجد أهله وخاصة النساء. بعض الدول العربية الأخرى عندما يكون عندهم حزن يلبسون الملابس البيضاء، بينما نحن عندنا في مصر الملابس البيضاء نلبسها عندما تكون هناك حالة فرح. فأحيانا تكون هناك بعض الإشارات بالفعل كما أخبرنا أخونا الكريم تختلف معناها من دولة إلى دولة أخرى أو من مكان إلى مكان آخر، ولكن غالب الإشارات المعاني مشتركة لدى غالبية الناس وليس كل الناس. فأنا أشكرك أخي الكريم أنك أضفت هذه الملاحظة القيمة، بارك الله فيك أخي الكريم، بارك الله فيك. يعني أخونا الكريم صنع هكذا، يعني هذه علامة مفهومة بيني وبينه، أليس ذلك؟ أنا عندما أقول لك أنت هنا، ما معنى أنت هنا؟ أمرك تحت، تحت رأسي ده. ماذا في على رأسي يعني احترام، أنت على رأسي، أنت على رأسي، نعم أنت محمول على رأسي، ولكن هناك مشكلة أنني ليس عندي شعر، فأنا أخاف أن تنزلق من على رأس. بارك الله فيكم إخواني الكرام، يعني أنا لا يسعني في نهاية تلك المحاضرة إلا أن أتوجه إلى حضراتكم جميعا بالشكر والثناء الجميل لحسن إنصاتكم وجميل تفاعلكم، وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والدعاء والثناء الجميل أن يمن علينا جميعا بالخير وبالصحة وبالسعادة، أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما آمين محبته وفي جنته. وأنا سأنهي الآن
حتى لا يقول لي أخونا الكريم الشيخ مقصد بك يقول لي أنت قد أطلت علينا يا دكتور، فأنا سأنهي الآن المحاضرة إن شاء الله. بارك الله فيكم، أستودعكم لا تضيع ودائع. سلام الله عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام.